السلام عليكم يا شباب، احنا في ناس كتير كلمتني منكم ان انتوا في عندكم شوية مشاكل كده في البحث، فهنتكلم ندردش كده دردشة بسيطة كده اوضح لكم اللي هي الحاجات اللي عندكم فيها لبس فيها. دلوقتي انت عايز تعمل البحث بتاع الجامعة بتاعك، فهتعمله ازاي؟ اول حاجة انت بتحدد الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. طيب، حدد الموضوع اللي انا هتكلم فيه، حددت النقطة أو جالي أساينمنت معين أو مطلوب مني طلبات معينة هشتغلها، فخلاص أنا هفهم النقطة اللي جاية لي عبارة عن إيه وأطلع منها وأحدد المعلومات اللي أنا عايزها. أروح جاي عامل إيه؟ أروح جاي داخل على جوجل أو جوجل سكولر، وأروح جاي عامل سيرفي عن المعلومة اللي أنا عايزها. يعني مثلا ونفترض إن أنا هتكلم عن البرمجة مثلا، أو هتكلم على الموضوع بتاع الجامعة اللي كنا شغالين فيه. طب القصص دي انا هدور على ايه؟ اروح جاي داخل على جوجل سكولر او على كام من فلتر مثلا. اروح جاي داخل على جوجل سكولر واروح جاي كاتب سيرفي اوف كالمان فلتر دوت بي دي اف، واروح جاي دايس انتر، هتلاقيه راح منزل لي كمية ملفات كتير اوي بي دي افات يعني بتتكلم عن الكالمان فلتر. ابتدي ادور في الملفات دي واشوف الملف اللي انا يناسبني او الملف اللي انا عاجبني، كذا ملف كده انزل لي منهم بتاع 5 6 ملفات او 7 ملفات، وراح جاي اعمل لهم ايه داونلود عندي. يبقى انا كده نزلت شويه ايه، شويه ملفات او شويه مقالات او شويه كتب او اي حاجه بتتكلم عن مين، عن الكلمه فلتر. يبقى دي كده مرحله ايه، ان انا بجمع داتا. الداتا دي بقى تبقى ايه، اسهامات الباحثين اللي قبل مني او معلومات عن الموضوع اللي انا هشتغل فيه. تاني حاجة، تاني نقطة، إن أنا هتكلم عن الألجوريزم والكود والنتائج اللي أنا إيه هطلعها. أنت المطلوب بتاعك، يعني المفترض إن أنت المشروع بتاع الجامعة والمشروع بتاع المستشفى والمشروع بتاع الحاجات دي كلها، مطلوب منه إيه؟ مطلوب إن أنت تعمل داتابيز للمستشفى. فهتعمل داتابيز للمستشفى، يبقى معنى كده أنت هتخزن بيانات أو هتقرا بيانات، ان انت هتيجي بعد كده ان انت عايز تعمل سيرش على معلومه معينه فانت بتدور عليها، او هتعدل معلومه او هتمسح معلومه. كل دي كده ايه، دي حاجات هعملها في الداتابيز. طب الحاجات دي كلها هعملها ازاي؟ هعملها بكود. طب يبقى انا اكتب ايه الالجوريزم بتاعي او طريقه تفكيري اللي انا هعملها انفذ بيها الكود ده ازاي؟ ده اسمه الالجوريزم بتاعك. وبعدين بعد كده بعد ما عملت الالجوريزم اروح جاي محول الكود، وبعد ما احول الكود هبتدي ايه اطلع نتائج وريزلتس واخزن النتائج والريزلتس بتاعتي. وبعد كده في النهايه خالص هبتدي اعمل ايه، رايتنج للبحث بتاعي او هبتدي اكتب في البحث بتاعي. يبقى احنا اتفقنا ان انت الخطوات بتاعتنا، اول حاجه بتبتدي تفهم الاسايمنت بتاعك المطلوب منك ايه بالظبط، وبناء عليه تبتدي تخش على جوجل سكولر او جوجل وتبتدي تعمل سيرش على المعلومات اللي انت بتدور عليها او عايزها. وبعدين بعد كده هتبتدي تفكر في الالجوريزم والكود بتاعك اللي انت هتشتغله وتطلع النتائج بتاعتك. وبعدين في الاخر خالص هتبتدي تكتب البحث بتاعك. طيب، انتوا لو تفتكروا ان دلوقتي احنا كان ايه، كان الابحاث اللي انا طالبها منكم كان من فلتر، كانوا 4 ابحاث، 4 مواضيع مختلفة، وبحث عن الجامعة، وبحث عن المستشفى، وبحث عن ماركت كبير او مصنع او مدرسة، والبحث الاخير اللي هو كان بنتكلم فيه عن موضوع ايه، الايمج او الصورة، ان انت عندك فايل وعايز تدور على صورة معينة جوه الفايل، ازاي اتعامل معاها، ازاي ادور عليها والاقيها. بعد ما اجيب الصورة دي هبتدي اعمل عليها شوية موديفيكيشنز، تعديلات، وبعد كده ارجع اسيبها تاني جوه الفايل. دول كده كان الابحاث المطلوبة مننا. الكلمة فلتر ليه طريقة في الشغل، ومجموعة الأبحاث اللي في النص دي ليها طريقة، والإيمج ليها طريقة. أنا ما طلبتش منك أو ألزمتك ببحث معين، أنا قلت لك إيه، قلت لك أنا عندي مجموعة أبحاث، اختار منهم البحث اللي يناسبك. طبعا في منها أبحاث فيها تفكير وفيها شغل، ده للي عايز يشتغل واللي عايز يتعلم. في منها أبحاث مباشرة، وفي منها أبحاث أنا مراعي فيها إن هي ما تبقاش صعبة أو حاجات فيها شغل كتير، لا هي شبه ستريت، حاجة كده مباشرة قوي، بس مطلوب منك برضو ان انت تبذل فيها مجهود.
فانت البحث اللي تلاقيه مناسب ليك من العشر مواضيع دول انت اختار البحث اللي يناسبك واشتغل فيه. انا ما قسمتكش باي ايه باي توبيك معين. طيب تعالوا نتكلم بقى دلوقتي، نعرف ازاي نشتغل في البحث، عشان في حاجه في ناس كتير قوي منكم اشتكت. طيب تعالوا نتكلم فيه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل ايه، هنقرا المطلوب ونشوف بنبتدي نشتغل فيه ازاي. هنفترض ان احنا هنتكلم عن البحث بتاع الجامعة. البحث بتاع الجامعة بيقول لك ايه؟ بيقول لك افترض ان انت عندك يونيفرسيتي او جامعة طالبة ان هي تعمل داتابيز للطلبة بتاعتها، فمطلوب ان انت تعمل تخزين او ستور للداتا اللي موجودة عندك بتاعت الطلبة كلها، وتقدر ان انت تعمل سيرش على اي انفورميشن او معلومة انت عايزها في اي وقت، وفي نفس تخص اي طالب، وفي نفس الوقت انك تقدر تعمل ديليت او اديت في ايه في معلومات الطلبه المتخزنه. وبيقول لك ان البيبر او الريسيرش بتاعك ده الهدف منه ان انت تعمل الجوريزم ينفذ الداتابيز ده، وفي نفس الوقت كمان ان انت تعمل احصائيات. الاحصائيات دي ان انت تقدر تقول لي ان الماده الفلانيه دي، ونفترض ماده البروجرامنج اللي انتوا بتدرسوها دي، عايز اعرف كم طالب ناجح وكم طالب راسب. ف ببساطة قوي، هي دالة صغيرة قوي انت بتعملها، موضوع ابسط مما تتوقع. انت عندك نسبة النجاح مثلا اقل من 50%، اللي فوق 50% ناجح، واللي تحت 50% راسب. وبعدين بعد كده بتعمل بلوت للداتا دي، كل طالب مثلا، ونفترض انت عندك 100 طالب، فانت ال 100 طالب دول بتقارن درجاتهم بثريشولد، لو اكبر من 50% فهو ناجح، لو اقل من 50% فهو راسب. وبتيجي بعد كده تروح جاي راسم ايه، راسم الداتا اللي خارج لك دي على تشارت، عشان تبين كم كل واحد جايب درجه كام، او كل واحد ايه ناجح او ساقط، يعني حسب ما انت عايزه تعملها ناجح او ساقط، او تعملها بالدرجات، ده كل واحد جايب كام في درجته. يعني انت بتعرضها طريقه عرض ايه اللي يناسبك برسمه، زي ما اتفقنا احنا بنرسم، كنا بنرسم ببلوت او بنرسم ببار، او تشوف انت طريقه الايه الرسم بتاعتك اللي تناسبك. طيب يعني نقدر نقول كده ان ايه، ان المطلوب تخزين بيانات الطلبة وامكانية عمل سيرش او بحث، انك تدور على معلومة معينة تخص اي طالب، وامكانية انك تعمل اي معلومة تخص اي طالب، وامكانية انك تحذف اي معلومة برضو تخص اي طالب. يبقى دي ايه، دي المشكلة اللي انت المفروض مطلوب منك انك تحلها، ان انت تعمل داتابيز. الداتابيز دي شوية فانكشنز، الفانكشن دي كل فانكشن بتعمل ايه وظيفة معينة. يبقى انت تعمل فانكشن بتعمل ستورنج لبيانات الطلبة تخزين، وهتعمل فانكشن لعملية السيرش، وهتعمل فانكشن لعملية الايديت او الموديفاي، وهتعمل هتعمل فانكشن لعملية الايه الديليت. احنا اوريدي في المحاضرات بتاعتنا خدنا فانكشن بتشرح عملية الستورنج، كنا خدناها على مثال لو تفتكروا، كان مستشفى وجات لكم مسألة عليه في كويز من الكويزات. انت فهمت المفروض وشرحنا الكلام ده في فيديو قبل كده، ان انت ازاي تعمل عملية تخزين للبيانات. طبعا انت هتظبط بقى الكلام ده كله طبقا للمين، للابليكيشن بتاعك، سواء كان مستشفى او مدرسة او جامعة او كلام من ده. وتظبط الفانكشن بالنسبة للحاجات اللي انت ايه اللي انت محتاجها. يعني مثلا هنفترض في الجامعة انت عندك، هنفترض ان انت هتعمل 100 عينة. 100 عينة دي ان انت عندك 100 طالب، وال100 طالب دول مسجلين في 4 أو 5 مواد مثلا. فانت عندك لكل طالب في عنده ايه، عنده 5 مواد مسجل فيهم. فهتكتب لكل طالب المواد بتاعته ايه هي، وهتكتب لكل طالب بقى تحط درجات مختلفة، عينات عشوائية. ويبقى انت كده ايه، دي حتة مرحلة تجميع الداتا، ان انت عملت عينة عندك، ونفترض ان 100 طالب في 4 مواد، يبقى انت عندك لكل طالب متخزن له الاسم والكود بتاعه وال4 مواد نفسهم درجاتهم فيه. ولو انت عايز تحط بيانات تانية انت حر، دي حاجة ترجع لك انت. وفي الاخر بعد كده، بعد ما عملت عملية الايه الكولكتنج داتا او البيانات اللي انت هتخزنها، تبتدي بعد كده تكتب ايه، تكتب عمل الفانكشن بتاعت
التخزين اللي هي الستورنج زي ما احنا اخدناها قبل كده ايه في المحاضرات. والفانكشن التانية بقى اللي هي عملية مين، عملية السيرش او البحث. احنا خدنا فانكشن زيها ان انك تعمل سيرش عن معلومة معينة، فانت هتعدل الفانكشن دي بما يتلائم مع الوضع الجديد اللي انت بتدور عليه على موضوع مين، الطلبة بتاعتك. فانت حاجة زي كده، انت عايز تدور على معلومة معينة تخص الطالب الفلاني، فانت بتعمل ايه؟ بتجيب الطالب الفلاني، وبعد ما تجيب الطالب الفلاني تبتدي تبص على المعلومات اللي تخصه. فدي الفانكشن التانية اللي هي عملية السيرش. عملية الإيديشن بقى برضو احنا كنا خدنا فانكشن بتشرح عملية التعديل وعملية ايه الحذف. الحذف ده ببساطة جدا، انت المعلومة ان انت هتصفر المتغير بتاعه. يعني مثلا انت لو افترضنا ان انت هتعدل قيمة معينة، فالقيمة المعينة دي محطوطة في الفاريبل الفلاني، فالفاريبل الفلاني ده أبسط حاجة إنك تعملها إن أنت تخلي الفاريبل ده إيه، يا إما نون أوف نمبر مش متخزن فيه رقم، أو تحط لي فيه زيرو. يعني دي حاجة ترجع لك أنت حسب التصميم بتاعك اللي أنت ناوي تعمله. أول حاجة بتبتدي تعملها إنك تحط إيه الألجوريزم بتاعك. فالالجوريزم بتاعك انت هتبتدي اول حاجه ايه بستارت، وهتبتدي تعمل كولكت للداتا اللي انت عايز تخزنها. فانت بالتالي انت هتعمل ايه العينه اللي انت هتخزنها، ونفترض زي ما اتفقنا ان انت هتعمل ايه 100 طالب، وكل طالب ليه عدد من المواد مسجلها هو. فكل طالب من في ماده من المواد دي هو ليه درجات مختلفه، تبتدي تخزن ايه الدرجات بتاعته، وتخزن بياناته، الاسم والكود واسم الجامعه وتخصصه، يعني القصص دي كلها. يبقى انت كده عملت ايه، جمعت الداتا. بعد كده هتبتدي تخش على مرحلة الستورينج داتا، تكتب الفانكشن بتاعتها وتخزن الداتا بتاعتك. بعد كده تعمل عملية ايه الفانكشن بتاعت السيرش، و تجربها ان انت تعمل سيرش على اكتر من معلومة كده، وتشوف انت بتوصل ولا لا، وتحقق الموضوع ده ولا لا. وبعدين بعد كده تعمل عملية الايه الايديت والديليت. الايديت والديليت ده ممكن يبقوا الاتنين اصلا في فانكشن واحدة، وممكن تعمل كمان السيرش والايديت والديليت في فانكشن واحدة، دي حاجة ترجع لك. وبعدين في الاخر تعمل فانكشن بتاعت الاستاتستكس والاحصائيات، وبعدين اند. يبقى انت كده عملت ايه، عملت الالجوريزم. انا بشرح لك كده، يعني ده مثال بسيط، انت ممكن تغير في الالجوريزم حسب طريقة تفكيرك. وطبعا انت الكلام ده كله ممكن تكتبه بقى ايه في جمل كده بسيطة كده، في باراجراف صغير او فقرة صغيرة تشرح فيه بقى ايه الكلام اللي احنا قلناه ده كله. طبعا انا مش هتكلم على الكود، لان الكود اوريدي انتوا اوريدي واخدينه في المحاضرات. المحاضرات اللي تخص الموضوع ده كله هتلاقيه محاضرة 9 ومحاضرة 10 والكويزات بتاعتهم. ذاكر محاضرة 9 كويس ومحاضرة 10 كويس والكويزات بتاعتهم، هتعرف تشتغل في الكود. وطبعا الكود انت لازم، يعني ايه الفانكشنز اللي احنا كنا قايلينها في المحاضره، انت لازم هتعدلها بما يتلائم مع الابلكيشن بتاعك. يعني مش هتاخدها لك كوبي بيست وتحطها، لان هي لما تاخدها كوبي بيست وتحطها مش هتحقق اللي انت مطلوب منك. تعالوا بقى دلوقتي نبتدي ايه، بعد ما انت كتبت الكود وطلعت النتائج وفهمت الدنيا ماشيه معاك ازاي، هتبتدي تعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز تكتب البحث بتاعك، فهنكتبه ازاي؟ تعالوا نشوف هنكتبه ازاي. اول صفحة في البحث بتبقى هي مين، هي الكوفر بتاعك، الغلاف زي اللي انا كنت هنزل لكم كده ايه نموذج كتابة البحث. هتنزل الملف ده اللي هو الوورد ده، هتلاقي اول صفحة دي صفحة الغلاف، هتسقط فيها بياناتك بس اللي هو الاسم والكود بتاعك والقصص دي. هتعدي اول صفحة، صفحة الغلاف. الصفحة اللي بعدها على طول المفروض ان انت هتبتدي بمين، بالملخص بتاع البحث او الابستراكت. هنمشي دلوقتي ان انا هقول لك ترتيب الصفحات ايه، وبعدين بعد كده نبتدي نرغي جوه هنكتب كل واحد ازاي. اول صفحة بعد صفحة الغلاف اللي هي الملخص او الابستراكت. تالت صفحة هتبقى قائمة بالاختصارات بتاعتك اللي انت مستخدمها جوه البحث بتاعك. يعني انت استخدمت اي اختصار معين لازم تحطه، تعمل قائمة كده زي ما بعت لكم الصورة بتاعتها قبل كده، وبرضه هحاول ارفع لكم صورة ليها هنا في وسط الفيديو، ان انتوا تبقوا شايفين ليست ابريفيشنز عاملة ازاي، قائمة الاختصارات دي عاملة ازاي. بتبتدي تكتب الاختصار وقدام منه المعنى بتاعه او بعد كده الليست اوف سيمبلز، لو عندك اي رموز هتبتدي تكتب قائمة بالرموز بتاعتك وكل رمز يشير لايه. الصفحة 5 دي، الصفحة 5 بقى هي التيبل اوف كونتنتس او الفهرس بتاعك بتاع البحث.
وده انت المفروض بتكتب فيه بقى ايه، بتكتب فيه كل العناوين بتاعت البحث بتاعك بدءا من الابستراكت والليست اوف ابريفيشنز والليست اوف سيمبلز والتيبل اوف كونتنتس والليست اوف فيجرز والليست اوف تيبلز، وتبتدي تحط بقى ايه الانترودكشن والعناوين بتاعتك اللي انت حطيتها جوه البحث بتاعك والسيميوليتد ريزلتس النتائج اللي انت حصلت عليها والكونكلوجنز او الاستنتاج والريفرنس. انا هحط لكم برده نموذج ليه بيبقى شكله عامل ازاي عشان تعملوا ايه، تعملوا زيه. طيب ده الفهرس. بعد الفهرس بقى بتعمل قائمه بالفيجرز بتاعتك او الرسومات او الكيرفات اللي موجوده جوه البحث بتاعك. القائمه دي بتبقى فيها ايه، بيبقى فيها اسم الفيجر نفسه وقدام منه رقم الصفحه اللي موجود فيها الفيجر. طيب الليست اوف تيبلز نفس القصه، رقم التيبل واسمه وقدامه الناحيه الثانيه رقم الصفحه اللي موجود فيها الجدول. اي حاجه من دول مش موجوده بتستبعد الصفحه بتاعتها، يعني انت مش حاطط جداول في البحث بتاعك يبقى مش هتعمل لي صفحه ليست اوف تيبلز او قوائم بالجداول الموجوده. طيب في عندك فيجرز، ولو فيجر واحد هتعمل لي في صفحه كامله قائمه الفيجرز وتحط لي فيها اسم الفيجر الواحد ده بس. طيب لو عندك اكتر من فيجر هتحطهم، لو عندك فيجرز كتير تملى الصفحه ماشي، طب لو عندك فيجرز قليله هتحطهم برضو وتسيب بقيه الصفحه فاضيه، ونفس القصه بالنسبه للجداول. بدايه البحث بتاعك الفعلي بقى من اول الانترودكشن، وبعدين بعد كده بعد الانترودكشن هتبتدي تتكلم عن الحاجه بتاعتك انت او الريسيرش بودي او العناوين بتاعتك او الالجوريزم او الشغل بتاعك، الفانكشنز اللي انت هتعملها، او هتحكي بقى انت هتعمل ايه في البحث بتاعك. يعني من اول الريسيرش بودي ده شغلك انت الفعلي بقى. بعد كده السيميوليتد ريزلتس هتتكلم عن النتائج بتاعتك اللي انت توصلت لها والكيرفات اللي انت حصلت عليها، وبعدين في الاخر الكونكلوجن او الاستنتاج. وبعد الكونكلوجن او الاستنتاج بتحط المراجع بتاعتك اللي انت استخدمت منها، اي شغل، اي معادلات، اي كلام، اي حاجات زي كده. دي المراجع بتاعتك او التوثيق للشغل بتاعك. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هو الابستراكت، واتفقنا ان الابستراكت انت بتقول فيه انت هتعمل ايه في البحث بتاعك، وده تقدر تجيبه من الاساينمنت اللي انا طلبته منك. يعني لازم تبدا بجمله افتتاحيه مثلا تقول الموضوع بتاعك ده بيتكلم عن ايه. يعني هنفترض مثلا على المثال بتاع الجامعه، هتبتدي بجمله افتتاحيه كده زي University nowadays is considered an important organization in our community مثلا. يعني انت بتقول ان الجامعه دلوقتي تعتبر من المنظمات والهيئات الهامه جدا في المجتمع، وبتبتدي تقول بعد كده it contains a huge number of students، بتحتوي على عدد كبير قوي من الطلبة، وبالتالي فانت محتاج داتابيز عشان تخزن بيانات الطلبة دي كلها. فبتقول ان انت في البحث بتاعك ده داتابيز will be done using MATLAB، ان انت هتعمل داتابيز باستخدام الماتلاب. يبقى انت هنا بقى بتبتدي تقول بقى، احنا الاول ايه قلنا جملة افتتاحية، وبعد الجملة الافتتاحية بنبتدي نقول بقى احنا هنعمل ايه في البحث. فبتقول اهو ان انت هتعمل داتابيز باستخدام الماتلاب عشان تخزن، تعمل ستور وتعمل سيرش، انك تعمل بحث عن اي معلومة او اي حاجة انت عايزها، وتعمل ايديت او ديليت، يعني تعمل تعديل او حذف لبيانات الطلبة. وبالتالي ان انت بتقول بعد كده بقى ان الريسيرش جول او الهدف من البحث بتاعك is to make an algorithm for a required database and statistics for each subject to know students result. يبقى الكلام ده كله انت جبته منين؟ لو انت قريت الاساينمنت بتاعك اللي انا طالبه منك هتلاقي الكلام ده كله مكتوب في الاساينمنت، بس انت هتقرا الاساينمنت. عشان كده بنقول دايما انت تقرا الاساينمنت وتفهمه كويس جدا، وتبتدي بعد كده تطلع منه الحاجات اللي انت ايه هتشتغل عليها. يبقى الاساينمنت اللي انا مديهولك ده انت ممكن تعيد صياغته تاني، ويبقى هو ده الابستراكت بتاع البحث بتاعك. نيجي بقى على ايه السكشن بتاع الانترودكشن. الانترودكشن ده اول جزء في البحث بتاعك بياخد ترقيم. يعني ايه؟ يعني بتلاقيه واحد دوت انترودكشن. الواحد دوت انترودكشن ده عنوان، فبيبقى بولد وبيبقى بسايز 16. بتبتدي تكتب فيه بقى هنكتب ايه في الانترودكشن. الانترودكشن بيبقى اربع فقرات، يعني اربع باراجرافات. اول باراجراف او اول فقره انت بتكتب فيها، بتتكلم فيها عن اهميه الجامعه، يعني اهميه الموضوع بتاعك اللي انت بتستخدمه. احنا كل ده بنتكلم على ايه، على موضوع الجامعه.
هتتكلم فيه على أهمية الجامعة وإن فيها العديد من الكليات وكل كلية فيها العديد من التخصصات وكل تخصص بيبدأ من سنوات دراسية مختلفة، يعني مثلا تخصص بيبدأ من تالتة، تخصص بيبدأ من تانية، تخصص بيبدأ من أولى على حسب الكلية نفسها. وبالتالي في إن أنت عندك عدد كبير أوي من الطلاب موجودين في الجامعة ومسجلين في عدد كبير أوي من المواد، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى إن أنت تعمل داتابيز. وكده تبقى دي إيه؟ دي الفقرة الأولى كده خلصت. يعني الفقرة الأولى معلومات عامة بتتكلم فيها عن الجامعة وعن الموضوع بتاعك بشكل عام. طب الفقرة التانية بقى، الفقرة التانية بتاعتك هتتكلم فيها يعني إيه برمجة، زي ما اتعلمنا كده في الكورس بتاعنا، زي هتلاقي الكلام ده برضو احنا كنا قايلينه في آخر محاضرة بتاعت الفاينل ريفيجن، واحنا كنا قايلينه في تاني محاضرة احنا خدناها في الكورس بتاعنا. وزي ما اتعلمنا هتتكلم فيها يعني ايه برمجة، وهتشرح يعني ايه داتابيز، ويا سلام بقى لو تطلع واد لعيب كده ومتميز وتجيب شوية معلومات كده عن ايه، عن بداية نشأة البرمجة ازاي نشأت، طب والباحثين دول عملوا ايه عشان يطوروها، يدوروا علم البرمجة وكده. الفقرة التانية دي تعتبر ايه خلصت، يبقى انت كده عرفت تكتب الفقرة الاولى وعرفت تكتب ايه الفقرة التانية. الفقرة التالتة دي بقى هتكتب فيها انت ناوي تعمل ايه في البحث، بس بطريقة مختلفة عن ايه، عن الابستراكت. يعني تكتب كام جملة كده انت هتعمل فيهم ايه، تعمل ايه في البحث بتاعك ده. الفقرة الرابعة بقى بتكتب فيها تكوين البحث، يعني مثلا كده ممكن تقول the rest of research is organized as follows. يبقى انت بتقول ان ايه، ان البحث بتاعك بقية البحث مكون كالآتي: in section 2، في السكشن 2 انت هتعمل ايه، the algorithm will be discussed. يبقى انت هتناقش الالجوريزم بتاعك. طب في سكشن 3 هتقول مثلا الستورنج فانكشن ويل بي بريزنتد، ان انت هتعرض الستورنج فانكشن، وهكذا في سكشن 4، وهكذا في سكشن 5، وهكذا. وتقول سكشن مثلا 6، سكشن 6 مثلا ده انت هتتكلم فيه عن السيميوليتد ريزلتس، لغايه ما توصل لاخر سكشن خالص ان ذا فاينل سكشن كونكلوجنز، اللي هو الاس ايه، الاستنتاج بتاعك. وكده يبقى انت الانترودكشن بتاعك خلصت، وتبتدي بقى انت تتكلم على ايه، على الالجوريزم بتاعك اللي انت هتستخدمه، او هتبتدي على تتكلم على الشغل بتاعك في البحث. هنفترض مثلا احنا مكملين في المثال بتاع ايه، بتاع الجامعه، فيبقى تاني سيكشن بتاعك اللي انت هتتكلم فيه تتكلم ايه، عنوان السيكشن يبقى ايه، هايبوثيسز اند الجوريزم، يبقى الافتراضات والالجوريزم بتاعك اللي انت مستخدمه. وده مثال بسيط قوي على الالجوريزم، يعني ممكن يبقى الالجوريزم بتاعك مختلف حسب، وده ده طريق ده الجوريزم بسيط قوي بنتكلم فيه عن موضوع الجامعة. يعني ممكن يكون الالجوريزم ده مختلف على حسب ايه، على حسب طريقة تفكيرك، على حسب كل واحد وتصوره. يعني احنا حاولنا نبسط الموضوع قوي، فبنقول مثلا الالجوريزم ده في مثال الجامعة ان انت هتبتدي اول حاجة بتبدأ ستارت، وبعدين بعد كده بتجمع الداتا عشان تخزنها، وبعد كده بتخزن الداتا وبتعمل عملية سيرش وعملية الايديت والديليت، وبعد كده بتعمل الاحصائيات بتاعتك او الستاتستكس، وبعد كده بتعمل اند للبروجرام بتاعك.